نبقى معكم في هذه التغطية الإخبارية الشاملة المتواصلة للتداعيات وتطورات الأحداث في قطاع غزة. ماذا بعد 3 أسابيع من التصعيد والعدوان الإسرائيلي على القطاع، وكيف يلقي ذلك بظلال قاتمة على المشهد العربي والشرق أوسطي وربما على مستوى العالم بأسره، من أن ندور في دائرة مفرغة من العنف وأن يخرج خارج هذا السياق بالتأكيد ليلقي بالمزيد من التبعات والتداعيات فيما لا يحمد عقباه، وبالتأكيد كثير من التحذيرات لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع. قراءة في المشهد الفلسطيني على خلفية هذه التطورات الجارية لحظة بلحظة والمساس السافر بالحجر وبالبشر في الأراضي الفلسطينية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال في قطاع غزة وإدخال أكبر قدر من المساعدات التي يحتاجونها الأشقاء الفلسطينيين. إحنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حالة الاقتتال اللي موجودة في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش. وهنا لازم أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات ومساعدات إنسانية، وبرضو مهم قوي إن إحنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. إحنا بنتكلم في 2.3 مليون، النهاردة إحنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضه بقى اشتد جدا في الميه والوقود والمواد الغذائيه والمواد الطبيه والكهرباء كمان، فالاحتياج ضخم جدا. وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده ب 20 شاحنه او 60 شاحنه او 100 شاحنه، لا، هو اي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع امره في منتهى الاهميه دلوقتي. يتبقى ان احنا بنبذل جهد ايضا، وانا بقول بس للجميع ان احنا حريصين ايضا على ان احنا يبقى لنا دور ايجابي في تخفيف حده الازمه من خلال اطلاق سراح الاسرى والرهائن اللي موجودين في القطاع، وبنبذل جهد بس مش كل حاجه بيتم الحديث عنها، لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها مره ثانيه. كما حذر الرئيس السيسي من اتساع دائرة الصراع في المنطقة على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لافتا سيادته إلى أن الاندفاع وحالة الغضب قد تسوق إلى أمور سيئة، وأكد في الوقت نفسه أن مصر دولة قوية جدا وذات سيادة. محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة، ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون ليه قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي هقولها دي ملهاش معنى تباهي أو تماهي، مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس. وعلى كل حال الدولة المصرية بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة على أن هي تحمي بلدها تماما، تحمي بلدها تماما.
حذرت مصر من المخاطر الجسيمة وتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة. وحملت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع. كما أعربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية الإسرائيلية وما يتوقع أن ينتج عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل. وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري مع المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية سيؤدي إلى كارثة محققة ويمثل تهديدا لاستقرار المنطقة. نتابع المزيد من التطورات في التقرير التالي ونعود لحضراتكم للمزيد من المتابعة والتحليل. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هكذا بدا العالم أمام حرب رعناء يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 22 يوما لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فبلا رادع من خوف أو ضمير يواصل الاحتلال تحت سمع وبصر المجتمع الدولي حربا قال عنها وزير دفاع الاحتلال إنها دخلت مرحلة جديدة معلنا استمرارها حتى صدور أمر جديد. فبين بيانات شكب وإدانات ودعوات للتهدئة ذهبت أدراج الرياح، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي دك قطاع غزة عبر ضربات جوية وقصف مدفعي من البر والبحر، حيث شهدت غزة ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض بين جنود الاحتلال ومقاتلي حركة حماس وسط ضربات جوية مكثفة غير مسبوقة منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر منذ 17 عاما. عمليات القصف المكثفة التي شهدها قطاع غزة ليلة السبت فاقمت من مأساة وبؤس المدنيين ومعاناتهم، فقد أدت إلى دمار هائل في البنية التحتية والطرقات، وتغيرت معالم غزة بفعل المجازر التي وصفت بأنها لا مثيل لها. وسط تحذيرات من عواقب كارثية محتملة للعمليات البرية واسعة النطاق لجيش الاحتلال في غزة واحتمال مقتل آلاف آخرين من المدنيين، لم يعد بوسع سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني معرفة موقع المصابين أو آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. الهجمات الإسرائيلية على منشآت الاتصالات وانقطاع الإنترنت أضافت بعدا جديدا لمأساة سكان غزة المحرومين من مقومات الحياة الأساسية من غذاء ووقود وكهرباء، فحرموا أيضا من أي وسيلة لمعرفة ما يجري في القطاع وقطعتهم عن العالم الخارجي، فلا مكان آمن في غزة ولا مجال للخروج منه. وانضم إلي المزيد من المتابعة في الاستوديو لهذه القراءة الأكثر قربا للتطورات في الأراضي الفلسطينية وتحديدا العنف في قطاع غزة، الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز شاف للدراسات المستقبلية. تحية لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك بسادة المشاهدين. قراءتكم للمشهد على خلفية المعطيات الأخيرة ويعني ربما يعني إشارة واجبة إلى ما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرار بوقف هذا العنف وبإنفاذ هدنة إنسانية تكون واسعة النطاق وذات مفعول يعني يفسح المجال ولا تكون مجرد هدنة هشة تلحق بسابقتها ربما من كثير من الهدنات يعني التي شابت تداعيات شهد قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في أوقات سابقة. اولا قرار الجمعيه العامه للامم المتحده هو تحرك حميد في ظاهريا وفي شكله، ولكن على الواقع لم اسرائيل عودتنا وفي مشاهد سابقه كثيره لا تحترم لا المعاهد ولا معاهدات ولا المواثيق ولا القرارات الامميه يعني، وكان واضح حتى في القرار الجمعيه العموميه ان الولايات المتحده واخده موقف وموقف داعم ليها، وكالعاده يعني استخدمت الفيتو اكثر من 44 مره وفي قرارات كثيره ضد الممارسات العدائيه الاسرائيليه، فيعني اتمنى ان يعني وساعات الاستصدار قرار يعطي اسرائيل حق في الدفاع عن نفسها ايضا يعني وده مش المشهد الاول ولا
يعني القرار الأول الذي تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا القرار مع أنه في هذا التوقيت وحالة العنف المبالغ فيها وأفكار التوغل والبري والتحركات والممارسات العنيفة التي لا تتناسب مع يعني مع الفعل نفسه وتخترق كل الدوائر الطبيعية وبدأ هناك كوارث إنسانية غير عادية. فأتوقع هذا النوع من العدو إذا كنا يعني إذا حبينا نحلله هو في حالة من عدم يعني حالة من الهياج وعدم السيطرة. يعني أنا ما زلت أرى أن هناك فكرة أن هناك ترميم على المستوى السياسي، القيادة السياسية أو الحكومة الإسرائيلية بتحاول ترميم الفضيحة أو ترميم ما حدث في 7 أكتوبر، وفي نفس الوقت الجيش فقط كبرياء فبيحاول يتحرك بشراسة خارج النطاق المعقول، زي ما قال سيادة الرئيس خرجت من إطار رد الفعل إلى العقاب الجماعي والمبالغ فيه. ونرى يعني هذا العدو بهذا التحرك وهذه الممارسات. لا أعتقد من وجهة نظري، وأتمنى أكون خاطئ في هذا التناول، أنه سيحترم هذه الهدنة وسيحترم هذا القرار وسيأخذه في الاعتبار في تحركاته. وإحنا شفنا يعني حضرتك بتتوقع أن قرار الجمعية العامة لا يكون ملزما لإسرائيل؟ لن تحترم إسرائيل للأسف الشديد، لن تحترم، وإحنا شايفينه حتى هذه اللحظة. ما يسر حول صفقة تبادل الأسرى، هل يعني ممكن يعول عليها بشكل يعول عليها برعاية أمريكية، لأن هي الدولة الوحيدة اللي قادرة على الضغط على إسرائيل يعني إحداث حالة توافقية في هذا الملف. وللأسف الهدن كلها هدن مؤقتة، يعني حاجة يعني ما يثير السخرية إن الهدن ستصبح مؤقتة لحين تبدل الأسر ثم استئناف القتال. يعني حتى تناول غريب، يعني لا يتفق مع أي معاهدات أو اتفاقات أو حاجة. يعني إحنا هنبطل 3-4 أيام، 5 ممكن، والسادس هنضربكم تحت أي منطق؟ يعني الموضوع لابد أن يكون هناك آلية دولية وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وده يتوقف على مدى سيطرة وضبط الولايات المتحدة لإيقاع إسرائيل في التعامل في هذا المشهد. ويعني أنا لا أرى أن هناك سيطرة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية. بدء الاجتياح أو الهجوم البري هل يدني من سقف التوقعات أن يكون في نقطة تحول إيجابية حقيقية وأن يكون في مؤشرات لاستجابة إسرائيلية بعض الشيء؟ اللي احنا شفناه امبارح غير طبيعي، حجم الاستهدافات، واحنا طول اليوم امبارح بنتابع الاستهداف الغير طبيعي. وعسكريا حالة الاستهداف دي والاستهدافات السابقة لفتح ممرات للتوغل وهذا الموضوع واستهداف المباني بشكل يعني في إصرار على فتح هذه الجبهات والمستشفيات والمدنيين بلا أي اعتبارات، ده يؤكد أن هناك نوايا للاجتياح أو للتدخل البري. ولكن التدخل البري من وجهة نظري سيصبح بشكل جزئي من منطقة الشمال ثم ينتقل مرحليا، ويتوقف الاجتياح في كل المواثيق العسكرية بتؤكد أن أنا عشان أعمل تدخل بري لابد أن يعني يصبح عندي معلومات استخباراتية دقيقة للأهداف والممرات والخنادق وأماكن الأسرى وخلافه، عشان أقدر أتحرك بشكل متزن لا يحقق لي خسائر. فده يفسر لنا حجم التحرك الأمس بالذات على منطقة الشمال والوسط. نعم. هذا التحرك ده هم بيقول ان احنا هنتحرك خلاص، يعني ده مؤشر بلا اعلان، مؤشر ان احنا هنتحرك في هذه الجزء لحين بشكل مرحلي امناها، نبدا نستعين بمعلومات استخباراتيه اخرى تفرض تحركي لمساحه اخرى. يعني هذا الكيان الاسرائيلي عنده اصرار لاستعادة الهيبة واستعادة القيمة أو العدو أو الجيش الذي لا يقهر وهذه الفكرة، وهو ما زال جريح وتحركه ده مبالغ فيه. وكمان في حاجة، إعطاء الأوامر من القادة للطيارين أو العناصر القتالية، تنفيذ العناصر القتالية حتى للأهداف تنفيذ مبالغ جدا. لكن ربما هذا العنف الإسرائيلي ليس بجديد، المتابعة
لتاريخ الصمود الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي، يعني كان في كثير من المجازر الوحشية التي يذكرها التاريخ، لكن ربما يعني اللافت هذه المرة هذا التعطش الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطيني. فكرة أولا لازم يعني ما حدث في 7 أكتوبر ده كان مقاومة ياما عملت تحركات وصواريخ واستهدفت بعض المستوطنات في غلاف غزة حتى تل أبيب، ولكن هذه المرة كانت مرة ممنهجة ومنظمة واستخدمت تكتيك عسكري يعني مختلف تماما، والخسائر ما كانتش طبيعية، حتى عدد الأسرى ما كانش طبيعي، فهنا مختلف. فرد الفعل إنها هز كيان إسرائيل، وعندما يهتز كيان إسرائيل فالعالم بينتفض، العالم الغربي بينتفض، وده اللي كان لافت جدا في هذا المشهد. يعني حالة الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية بغض النظر عن الآلة الإعلامية اللي صدرت المشهد في بداياته، ولكن يؤكد لنا ان هي يعني ان اسرائيل هي الفتاة المدللة او الابنة المدللة للغرب بالكامل، الولايات المتحدة الأمريكية، فهي بتتحرك تحت شرعنة الغرب لهذا التحرك، واحنا شايفين كل الشواهد واي فعاليات دوليه لا تتحرك الا في اطار ان اسرائيل، الكلمه الشهيره اللي كنا حفظناها في بيوتنا، ان اسرائيل لابد انها تحمي، يعني لها الحق في حمايه امنها. فهذا المشهد والعالم كله توقف عند 7 اكتوبر، يعني اكيد القضيه الفلسطينيه بدات من 7 اكتوبر، وكل الممارسات العدائية والانتفاضات السابقة والاستيطان والملفات التي وقفت، ما يمكن هو ده كان السلاح ذو حدين اللي مثلته العملية الفلسطينية، يعني طوفان الأقصى، يعني بقدر ما كشف كثير من الأقنعة وكان ضربة قاسمة للهيبة الإسرائيلية والقدرات العسكرية الإسرائيلية، لكن في ذات الوقت يعني كان يعني إسرائيل دوما لما كانت بتمارس أي عدوان على الفلسطينيين كانت تروج أنها تعمل في إطار رد الفعل، وربما يعني هذا كان الجانب السلبي، يعني هو الجانب، بس هو جانب كاشف بشكل أساسي، جانب كاشف، عشان لما نيجي نتحرك في أي تحرك مستقبلي اتجاه القضية الفلسطينية يبقى عندنا استيعاب حقيقي أن هناك غرب كامل يتبنى هذه القصه بغض النظر عن من له الاحقيه، ازدواجيه المعايير، وانا وللاسف كمان مجلس الامن، يعني للاسف اصبح تهديد للامن والسلم، مش العكس، مش الحفظ الامن والسلم الدوليين، عندما يتحرك بهذا الاداء موضوع رجل. احنا كما نتابع يعني صوره حيه بالصوت والصوره لما يشهده قطاع غزه حاليا، ويعني بتدوي يعني اصوات الانفجارات الان، يعني وده بيعكس يعني ما وصلت اليه يعني هذه المساله، وده والحقيقه في تحذيرات للمعنيين على مستوى العالم بان تخرج الامور عن نطاق السيطره. رئيس السيسي بالتاكيد يعني طالما يحذر من اتساع دائره العنف وما يمثل ذلك من خطر ليس فقط على الساحه الفلسطينيه ولكن على العالم باسره. طبعا اللي احنا شايفينه في الشاشه ده بياكد الكلام اللي بنقوله، انه عدم احترام اسرائيل لاي قرارات او في النظام الدولي او المجتمع الدولي بشكل عام، حتى لا يحترم احاسيس الشعوب، هم في حاله زي ما قلت هياج وعدم سيطره واصرار على الفكره واصرار لرد الاعتبار بشكل مبالغ فيه. وعلى فكره انا شايف ان موضوع الاسرى ده هم ممكن يضحوا بيهم في وقت معين، يعني الفكره لو اضطر لتنفيذ المهمه وتحقيق اهدافهم في هذا الاطار ان هم يعتبروهم من القتلى او خلافه، ممكن يبقى ده في احد سيناريوهاتهم، انما فكره الاستهداف الكامل ده وتكراره على مدار اليوم وحتى الساعه الحاليه ده أؤكد أن هناك نوايا شبه مؤكدة، عشان بس مفيش حاجة مطلقة، شبه مؤكدة لعملية تدخل وليس اجتياح بشكل كامل، تدخل نسبي بدأ يبتدي من منطقة. نتنياهو نفسه كان أكد يعني في وقت سابق أن هذه العملية ستدوم وقتا طبعا. وبعدين الفكرة كمان أكتر أنهم بدأوا يستخدموا أسلحة يعني غير مصرح بها دوليا واسلحه تستخدم لاول مره، تستخدم لاول مره، وقنابل ارتجاجيه ضد مباني، وعلى سبيل ان هم يقولوا ان احنا بنستهدف تحت الارض انفاق وخلافه، الاسلحه اللي بتتعمل او الذخائر بتتعمل انفاق معروفه يعني، انما هذا الموضوع موضوع يعني مستفز وخرج عن الاطار
العمليات العسكرية دخل في اتجاه أساسي في جرائم الحرب. ما هو الهدف الأعمق لإسرائيل؟ يعني إسرائيل هذه المرة لا تبغي فقط انتصارا عسكريا، هي تسعى لفرض واقع جديد على الأصعدة كافة. يعني ما تفاصيل هذا الواقع الذي تصبو إليه إسرائيل، وما هي الأدوات الفعالة الكفيلة بوقف هذا المخطط؟ أنا شايف أن إسرائيل يعني في أهداف معلنة وفي أهداف غير معلنة. الأهداف المعلنة اللي هي الأسرى والقضاء على حماس. الأهداف الغير معلنة هي استغلال هذا الحدث، الاستغلال الأقصى بالنسبة له، وهو فكرة التهجير القسري وفكرة الإبادة، غير وممكن يبقى فيه هناك مرحلة أخرى لفرض ترتيبات أمنية معينة، سواء من خلال المجتمع الدولي أو النظام الدولي، قوات أممية أو خلافه، وفرض واقع جديد على هذه المنطقة، وأن يتحمل الجوار الجغرافي لغزة أو لحماس، سواء كانت مصر أو الأردن، مسؤولية استيعاب هذه الأعداد التي من المحتمل أن نتيجة هذا الطغيان اللي بيحصل أن يحصل حالة من سيناريو النزوح. دوي الأصوات اللي بنسمعها من هنا صعب جدا، فما بالنا طبعاً بالفلسطينيين طبعاً. يعني ربما حتى الإسرائيليين أنفسهم لا يشعروا بأمان، المواطنين، على خلفية ما يجري الآن في المنطقة. لا طبعا الموضوع خارج الإطار الطبيعي، يعني أنا ما لمصلحة من كل ذلك، وده يعني مش سؤال استفهامي، سؤال استنكاري بالتأكيد، ويعني إشارة واجبة إلى تحذيرات رئيس السيسي من اتساع دائرة الصراع في المنطقة على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي الحادث في الأراضي المحتلة في الوقت راهن، ولفت سيادته إلى أن يعني الاندفاع وهذه الحالة من الغضب قد تسوق إلى أمور سيئة، وأكد إلى أن مصر دولة قوية جدا وذات سيادة. دلالات هذه التصريحات؟ أولا القيادة السياسية المصرية متمثلة في سيادة الرئيس السيسي، بصراحة يعني إدارة المشهد إدارة متزنة جدا وفيها استيعاب كامل لكافة الأبعاد، وواضح تماما أن هناك إحنا دولة مؤسسات، فهذه التصريحات بتعكس تقديرات موقف معينة، معلومات مش كلها بتعلن، إنما إدارة المشهد إدارة فيها توازي ما بين أو إدارة رشيدة واتزان ما بين حماية الأمن القومي المصري ومقتضياته في المقام الأول، ودي مهمة القائد والقادة السياسية في هذا التوقيت، بالتوازي مع قوة الردع، لا بالتوازي مع دور مصر القومي والريادي ودورها للقضية. يعني إنما هناك أولويات في التعامل، أولويات إن هي بتوازن ما بين مقتضيات الأمن القومي المصري وثوابته، وما بين دور المصري في التعامل أو دورها القومي في التعامل مع القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وتملك قوة الردع لكنها لا تعتدي بالضبط، وفي نفس الوقت ما تقدرش تقدر توجه هذا الخطاب إلا إذا كان عندك فعلا جيش قوي قادر، لأن قادر على مواجهة هذه التحديات. إحنا في ظرف صعب جدا تاريخيا، إحنا في منطقة أو في بؤرة كل اتجاهاتنا الاستراتيجية ملتهبة، يعني وصراعات عسكرية، وتخرج حتى ما هناش نزاعات قانونية على حدود ولا يمكن. يا فندم اللي بنتابعه دكتور، الصورة ملهمة جدا، يعني ويعني سؤال يطرح نفسه بقوة، يعني كيف يتسنى حتى مضي المساعدات الإنسانية قدما في هذه المحرقة؟ يعني بالتأكيد حتى يعني تعذر الإمدادات المياه والغذاء والطاقة، يعني كيف تستقيم الأمور؟ كيف يمكن حتى أن يكون في ملاجئ بشكل الواجب حتى تستوعب قدر لا بأس به من المحتاجين إليها من الفلسطينيين في هذه المرحلة؟ أولا يعكس شراسة العدو أو الكيان الإسرائيلي في التعامل، وأن ما فيش فرصة حتى لإدخال المساعدات أو عرقلة دخول المساعدات بشكل منهج. يعني احنا قبل المساعدات اما دخلت في يوم 17 تقريبا، كان ضربوا معبر رفح في الفلسطيني وعرقلوا الاتجاهات وكسروا في الشوارع، وكأن حتى هندخل لكم بس هيبقى الموضوع مش سهل، في مشاكل. فلا تحرك طبعا مبالغ فيه، وان مصر انما الفكرة في الاخر اما يخلي العالم كله البوصلة بتاعته تتحرك لدخول المساعدات، قدر يحول الموضوع من قضية كبرى وممارسات عدائية وجرائم حرب إلى فكرة
ان الامل الاهم وان العالم كله بيتحدث فيه ان يبقى في شريان لدخول المساعدات. قدر يحول القضيه من قضيه رئيسيه وفي بشر ماتت وفي عائلات بالكامل اتلغت زي ما بيقولوا من السجل المدني، وشايفين احنا كل يوم على الهوا هذا الموضوع وقطع الاتصالات. ده في تحذيرات متعظمه دكتور احمد من عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية، لأن هي سوف تؤدي إلى كارثة محققة. إيه ملامح يعني السيناريو للأسف يعني غير المحمود في حال لم يتم إيصال المساعدات الواجبة ولم يتم وقف العنف، وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ للأسف مزيد من الضحايا، انتشار الأوبئة والأمراض حسب التقرير اللي بتيجي، احنا ما بنتكلمش حاجة من عندنا. للأسف كافة العناصر اللي هو داخل نطاق الجغرافي بتاع القطاع سيتعرضوا للقتل والمحارق وخلافه وحتى الأطقم الطبية، حتى الصحفيين لم يعني ينجو من هذا الموضوع. فطبعا هذا الموضوع سيفرض هروب للاتجاهات الآمنة، وسيكون الأقرب هو المسار الوحيد للأسف هو ما هيبقى اتجاه الحدود المصرية. يعني دي لازم السيناريو ده أكيد الدولة المصرية حطاه في اعتبارها، لأن هم عايزين يوصلوا المشهد لهذا الموضوع، في إصرار على تنفيذه سواء من ضربات جوية سواء من ضربات بحرية أو مدفعيات وخلافه. فأنا شايف أن المشهد البشر بطبيعتهم دائما بيتحركوا وبيروحوا الاتجاه الآمن، فبطبيعة الحال أنا ما الاقي بيتي بينضرب والمستشفى بتاعتي بتنضرب والأماكن بتاعت الأنوروا بتنضرب، طب أنا أروح فين؟ يعني أنت تضربني وتموتني وخلاص، يا إما البديل أن أنا أتحرك للاتجاه الآمن، ويحصل للأسف ممكن من أحد السيناريوهات الأسوأ أنه يبقى حالة من النزوح يفرض ويحرج الدولة المصرية في التعامل مع هذا المشهد. ولكن أثق أن هناك سيناريوهات للتعامل مع هذا الوضع، سواء التحرك على المستوى السياسي او على المستوى الامني او على المستوى طبعا مصر موقفها قاطع وثابت. كان واضح جدا في جبهه، احنا بنتكلم على انعكاساته في الداخل في يعني نتيجه هذا العدوان المستمر والمبالغ فيه. وفي الاخر يعني انا شايف برضو المقاومه نفسها يعني ما فيش توازن قوه في الداخل الفلسطيني، فما فيش حتى شرف التعامل، يعني هو في الحرب ما فيش كده. هو احنا يعني فطرنا يعني على عدم التناسب في استخدام القوة يعني الإسرائيلية، يعني دوما كان يعني بيكون في عنف مفرط من إسرائيل مقابل حجارة الفلسطينية اللي تعتبر أبسط أشكال المقاومة. لا، هو في حالة من مش الاجتياح البري، بقى في الاجتياح الفكرة اجتياح للبلاد بشكل إبادة مش طبيعية. يعني أنا ما أشوف أن في قرى بالكامل وأحياء بالكامل مش موجودة، يعني ده شيء برضو مستفز يعني، والعالم صامت. بس أنا أدعو حاجة إذا سمحتي لحضرتك لو الوقت يسمح، أن عشان نواجه هذا الموضوع بره إطار، يعني لازم يكون في موقف عربي حقيقي، مش موقف عربي عنيف، احنا بنتكلم في موقف عربي أوراق ضغط بالظبط. يعني انت عندك موقع جغرافي عبقري بيتحكم او يعني بيمر منه 40% من تجارة العالم، ليك علاقات، كل دولة في الدعبة لها علاقات مباشرة مع الدول الكبرى المسيطرة على الموقع، ورقة اقتصادية لا يستهان على مسيطر على اكبر، خاصة بخصوص النفط او الغاز او خلافه. يعني هذه الحالة لازم يكون لها برولة معينة، يعني تفرض أوراق ضغط حقيقية، لأن للأسف إسرائيل مثلا عمرها ما بتتفاوض أو بتقعد إلا إذا كانت خاسرة، إنما فكرة إن أنا اللي هي الأبر هاند وأنا بتحرك بهذه القوة ومحدش بيكلمني وتحت غطاء أمريكي وغطاء غربي ودعم عسكري هنا، وده بيتنافسوا في الدعم العسكري. يعني تكلفة العمليات العسكرية دي كلها أمريكا أكيد بتغطيها بشكل مباشر، ووضع حاملات طائرات فيها 80 طائرة أو أكثر على ساحل البحر المتوسط، وبتهدد بأنها تبعت التانية أو اعتزام التانية. إنما في الآخر برضو في مؤامات سياسية ستضعها الولايات المتحدة في استمرار هذا الدعم، بمعنى ان بدات مصالحها في المنطقه تتاثر، وبدات تستهدف بعض تواجدها العسكري سواء في سوريا او في العراق او في ساحل البحر الاحمر، من خلال زي ما شفنا لما استهدفت الحاملات الطائريه في البحر العرب، واستهدفت من عند السواحل اليمنيه. ففي خط
عام حاصل لرفض الولايات المتحدة الأمريكية حتى في المشهد، لأن في قناعة عربية أن بدون الولايات المتحدة الأمريكية كان لن تستمر إسرائيل في هذه الحالة العدائية يعني الفاجرة يعني بصراحة يعني. فالولايات المتحدة أعتقد أنها بتحاول تراجع مواقفها، وده نعم. شفنا مداولات مجلس الأمن على خلفية هذه الأزمة طاحنة، المقاربة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتبني قرار الوقف الفوري صحيح. لإطلاق النار، يعني ماذا بعد؟ يعني إيه المنابر اللي ممكن يتم اللجوء عليها وتكون بشكل أو بآخر فاعلة؟ لأن دوما بنقول أن حائط الصد غير الفيتو طبعا الأمريكي أو المجتمع الغربي الذي لا يحرك ساكنا، هو غياب قوة الإلزام لإسرائيل. للأسف يعني المشهد ده كله التحرك أنا شايفه أنه تحرك عربي، تحرك عربي فارض يفرض نفسه بشكل قوي ويستخدم أوراق ضغط زي ما اتكلمنا قبل كده، غير ان انا شايف ان الشارع الامريكي كمان بدا يمارس بعض الضغوط على الاداره الامريكيه، ولكن لاعتبارات انتخابيه واليهود وخلافه، فهو مصر على موقفه. وانما فكره استهداف المصالح الامريكيه اعتقد انها ستفرض بعض المراجعة الأمريكية لإسرائيل في تحركها أو استعادة بعض يعني بعض الريتم أو بعض المعدل في 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 استهداف المدنيين بالذات. ربط العلاقات الاقتصادية على مستوى الدول مع إسرائيل، يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد حتى تلويح بذلك، لكن ربما بيستعاض عنها وإن كانت أقل تأثيرا بشكل كبير ما نتابعه من ربما يعني مقاطعات تلقائية ل يعني إسرائيل أو منتجات الدول اللي داعمة لإسرائيل في هذا العدوان بشكل أو بآخر على مستوى الشعبي، يعني هل تعولون على ذلك؟ والله أنا حضرتك شايف حاجة، يعني إذا جت أنا شايف المجتمع المصري هتكلم عنه الأول، يعني إذا سمحتي لي، إن الشعب المصري عمل حالة فعلا تلقائية وعفوية من حالة الممانعة الوطنية. بمعنى إيه الممانعة الوطنية؟ إن هو مانع أي فكر يهد الأمن القومي المصري أو يمثل تهديد للأمن القومي المصري، واستوعب أما فهم تصريحات الرئيس وكده استوعب الفكرة، ما راحش بالناحية العاطفية توجه للمزاعم الإسرائيلية والأفكار الإسرائيلية، وساعد ده على فكرة كمان بشكل كبير الروح الفلسطينية في طبعا الفلسطينية مشطرة للفلسطينيين، إن هم متمسكين وعملوا نموذج صمود يعني ربنا يكملهم يعني عليه ويثبتهم يعني عليه. مصر وفلسطين ده صحيح يعني تاريخ واحتضان دائم من مصر القضية الفلسطينية. إنما الشعوب كلها مستوعبة هذه الفكرة، ولكن أحيانا القيادات ما بيكونش على نفس المستوى ولو حضرتك اسمح لي نستحضر نموذج يعني المظاهرات اللي بتجوب أنحاء صح بريطانيا صح، ولكن على المستوى فرنسا الرسمي فرنسا الموقف مغير بالزبط تماما بالزبط يعني، وفرنسا ايضا بس يعني عشان المشاهد يعرف فرنسا وبريطانيا هم المؤسسين اصلا اسرائيل، يعني الفكره اصلا لما نيجي نتكلم في 1907 وسيك بانرمان وساكس بيكو وخلافه، كانت كل ده ان اسرائيل دائما بتتحرك تحت رعايه دوله كبرى، فكانت بريطانيا لغايه ما اعلنت الدوله بتاعتها في 48 وبعد كده انتقلت الى الولايات المتحده الامريكيه. فهذا التحرك تحرك ما انا ما كانش بالنسبه لي غريب يعني. هي لو تحرك اسمح لي كمان نوسع يمكن الموضوع اكتر واسقاط بشكل او باخر لما يجري الان، اطلاق العنان للارهاب في انحاء مختلفه من العالم ليه علاقه وثيقه بعدم ايجاد التسويه الشامله الواجبه للقضيه الفلسطينيه؟ حتى حدوث يعني حاله توتر في اي منطقه وعدم استقرار امني وسياسي وخلافه واقتصادي وخلافه، هي مناطق جاذبه لاي عناصر ارهابيه. يعني احنا لو نفتكر ان داعش دي ما ظهرتش الا ما بعد سقط النظام او النظام السوري، حصلت الحرب في داخل سوريا بدا يخرج داعش، وبدات في افغانستان خرج الطالبان وخلافه، فانتشار الارهاب
هو مرتبط دائما بالبيئة الحاضنة لي. والبيئة الحاضنة لما تكون غير مستقرة وغير مستقرة أمنيا بالذات بتبقى بتتعاظم ويبقى ليه هو النفوذ الأكبر زي ما شايفين في أفغانستان وأحيانا في باكستان وأحيانا في أماكن مختلفة كفي الدول العربية وفي ليبيا وفي خلافه. ولكن عندما تعرضنا ليه هنا الحمد لله قدرنا برضو بس مشاركة شعبية وملحمة وطنية حقيقية بكافة عناصر الشعب سواء جيش أو شرطة أو قضاء وشعب قدرنا نقدر نتخطى هذا العدوان الكبير. إنما الإرهاب في داعش مثلا كان هناك 80 دولة، كانت التقارير بتقول إن هناك 80 ألف شخص يمثلوا 120 دولة، يعني تخيلي كان تأثيره إزاي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير على الأفكار وخلافه. فهي ظاهرة بتستدعى دائما في حالة التوترات وحالة الصراعات العسكرية وبتبقى رقم في المعادلة بشكل عام. أخيرا كيف تستشرفون القادم في الأيام المقبلة؟ وبالتأكيد قد يصدق وقد لا يصدق. يعني أنا أتوقع من وجهة نظري في إطار المعطيات المتاحة أن العدوان الإسرائيلي سيستمر بنفس المعدل، سيبدأ هناك تدخل عسكري أو تدخل بري في منطقة الشمال، وعندما يعني يصبح هناك يقين من أن هناك معلومات استخباراتية أكيدة في العمق سيبدأ يتدخل لمراحل أخرى. لن تحترم إسرائيل أي قرارات أممية وستحرج الولايات المتحدة بشكل كبير حتى لو وصلت إلى الضغط منطقة على سطح صفيح ساخن للأسف، ولن نأمن ويلات ما يجري بالزبط. إذا خرج عن نطاق للأسف أنا كان نفسي أقول وجهة نظر تفاؤلية بس المشهد لا يعني لا يقودنا إلى هذه الفكرة. أيام القادمة أكيد حتجيب على كثير من التساؤلات. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز شاف للدراسات المستقبلية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ونبقى معكم والمزيد من المتابعات والتغطيات، وبالتأكيد حدثنا الأبرز هو التداعيات في قطاع غزة. كونوا معنا دوما على شاشة قناة نيل للأخبار. إلى اللقاء.